لمختلف المحاور في المدينة، الطرقات لو مانتيان، الحفاظ على ذلك المستوى الذي كنطلعوا له يقتضي من الجماعات ان تكون مؤهله للقيام بدورها، واهم ما هو موجب في التاهيل هو معالجه الخلل المالي. وانا نقول لكم هذا التقرير الرابع انا يعني تقييمي الشخصي هو من احسن ما يمكن، ماشي مكتمل، واكيد انه ماشي مكتمل لانه موجود مشاكل، ولكنه من احسن التقارير التي انتجت، لانه حاول ان يرصد وضعيه ماليه الجماعه لمده 10 سنوات من 2006 حتى 2016. نقول لكم الخلاصه الحقيقيه الجامعه ديالو في هذا المحور ديال تحديد قويه القدرات الماليه للجماعه، هو ان مدينه طنجه، جماعه طنجه، لم ننتبه جميعا بدون استثناء الى التحول البنيوي في المدينه، وان الجماعه منذ 2006 كانت عليها أن ترافق تطور المدينة. ونقول لكم رقم واحد ثاني، معدل تطور المداخيل ديال مدينة طنجة خلال 10 سنوات 3.75 ولا 5.5 يجاوز 4%. معدل نمو التحملات ديال المدينة 7.7 شي حاجة مهم، تقريبا وصلنا ل 7.5. معدل الفارق خلال هذه المدة واحد 4 نقاط كل سنة العام. المدينة كتكبر، الجماعة ما كتشبعش من الناحية المالية، النفقات ديالها كتزاد تلقائيا لأنها هي المسؤولة على داك الشيء، فبقينا ماشي من ديك العزية تراكم. من وصلنا ل 2013 انهارت المالية. مخطط عمل برنامج عمل طنجة، أنا أتحفظ على تسمية عمل طنجة وأسميه ببرنامج أمل أو حلم عمل مدينة طنجة، لأنه التحليل المالي كما جابوه في التقرير كان شافي بأن يجيب على جميع الأسئلة اللي يمكن يطرحها في إطار الإنجاز ديال المشاريع المزمع قيام بها في مدينة طنجة. جماعة طنجة هي مشلولة ماليا، وبالتالي لا يمكن القيام بالرمة ديال المشاريع اللي هي تعد في 100 مشروع، والغلاف المالي ديال 7.2 مليار درهم موازاة مع مشروع طنجة الكبرى اللي الغلاف المالي ديالو 7.6. إذن التدخلات ديال صاحب الجلالة وجميع القطاعات الحكومية استطعت أنها تحشد 7.6 مليار درهم بالنسبة مشروع طنجة الكبرى. فكيفاش جماعة طنجة بشللها المالي وبعد عنها يمكن توفر 1.6 يعني مليار فاصلة 6 درهم، وهي عند أحكام قضائية اللي كتخلص تقريبا ديال 20 مليار في السنة، عند عجز مالي، نسبة النمو ديال المصاريف تفوق نسبة النمو ديال المداخل. إذن أنا سميته برنامج حلم طنجة وليس برنامج عمل طنجة. مع اليوم كتعرف إشكالية مالية كبيرة، إشكالية كبيرة، ذلك ما عبروا عنه أحد نواب الرئيس، قال بأن مدينة طنجة من الناحية المالية مدينة منكوبة. إذا كيفاش غنجيبوا هذا الغلاف المالي باش نطبقوا من دابا 6 سنين أو 4 سنين نعملوا هذه مجموعة المشاريع؟ كيف يعقل بأن مدينة طنجة تعرف عدة إكراهات في جميع في جميع في جميع المجالات، وحنا كنجيو اليوم كنقولوا مدينة ذكية؟ إذا حنا خصنا نكونوا نزلوا رجلنا على الأرض ونجيب واحد البرنامج اللي هو كيمشي ما يفوقش التطلعات ديالنا، يكون برنامج طموح، واخا تكون عندنا بجوج مليار او 3 مليار ولكن يجب تنفيذه، بخلاف نجيبوا واحد البرنامج ب 7 مليار و 200 مليون ونقولوا حنا غنطبقوه. هنا عندنا اشكاليه ماليه كنعيشوا، كتعرفوا الحجوجات اللي واقعه على المجلس، كتعرفوا بان واحد المجموعه ديال الناس اللي متعامله مع الجماعه الحضريه طنجه بحال شركه النظافه اليوم عندها 6 مليار ديال الديون على العاتق ديال الجماعه. اذا عندنا اشكاليات ماديه وكنهضروا على برنامج العمل. اذا حنا كنتذكروا في برنامج العمل الحالي على مدينه افلاطون، مدينه فاضله فيها مجموعه ديال المشاكل، ولكن ما دخلناش المشاكل الاجتماعيه اللي كتعيشها المدينه كحنا كمنتخبين، ودخلنا ونشوفوا نحلوا الاشكاليات ديالنا. اذا حنا كفريق ديال تجمع الوطني الاحرار، من بعد الدراسه ديالنا ومن بعد استعراض جميع الخطوط العريضه ديال هذا البرنامج، حنا سنمتنعوا عن التصويت على هذا البرنامج. كان هناك لبس كبير ان المشروع الحالي هو سطالح مجموعه المشاريع ديال برنامج طنجه الكبرى ونسبها الى نفسه، وهذا في الحقيقه امر غير محمود، وبالتالي اننا كنشوفوا ان برامج طنجه الكبرى اللي كانت برامج مفصله ومدققه وميزانيتها موجوده بالتعهد ديال الشركاء،
نكتشف ان برنامج طنجة الجماعي مدينة طنجة لا يتوفر على هذه الضمانات المالية، وبالتالي كنشوفوا على انه هو فقط برنامج استهلاكي، كنعاود نكررها استهلاكي للعموم، ولكن في الواقع هو يصعب تدبير هذا المشروع هذا، خصوصا انه تم اشراك شركه تدبير مفوض. حنا كنعرفوا شركه تدبير مفوض هي عندها برامج خاصه، ومهم لا يمكن انه ان الجماعه الحضريه انها تبنى هذه المشاريع، وبالتالي انا حنا كنشوفوا حتى الوضعيه ديال شركه تدبير مفوض هي وضعيه مزريه. وهنا كنطرحوا مجموعه الاسئله في الدوره فيما يخص هذا تطبيق هذا البرنامج. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن بصدد مناقشة مشروع برنامج عمل الجماعة بعد عرضه على اللجنة الدائمة ديال المجلس لمناقشته ويعني تقييمه ويعني إضافة ما يمكن إضافة إليه. طبعا الحال نحن الآن أمام مشروع وتقارير اللجان، استمعنا إلى التقارير وإلى مختلف توصياتها. بالنسبة للبرنامج سبب تقدير فريق العدالة والتنمية، برنامج متميز لا من ناحية الإعداد ديالو المنهجية اللي تم اعتمادها، ولا من ناحية المقاربة. أول مرة عندنا منهجية علمية يعني تواكب آخر التطورات في إعداد المخططات الاستراتيجية ديال يعني مختلف المؤسسات والقطاعات حتى الخاصة. ثم أننا أمام مقاربة تشاركية حقيقية والتقائية وحقوقية تجسدت بالفعل الرؤية ديالنا للتدبير ديال الجماعة اللي كنحرص عليها المنطق ديال التشاركي والمنطق ديال الحقوقي. بطبيعة الحال البرنامج تم الاشتغال عليه أكثر من سنة، وبأطر الجماعة ومختلف المنتخبين وهيئات المجتمع المدني والمصالح الخارجية. عرف الاشتغال يعني على أطوار، وأهم الأوراش اللي دارت هي الأوراش التشخيص الداخلي والخارجي واللي كان فيها جهد كبير ومقدر. بطبيعة الحال هذا مكننا باش نوقفوا على التشخيص على واقع الجماعة على مختلف المستويات ديالو في التدبير في المرافق إلى آخره، وكذلك على المستوى المالية. لكن طبيعة الحال هذا مكننا باش نشتغلوا على مستوى البؤر، أي الجماعة، أقصد الجماعة تمكنت من أن تضع يعني المحاور الاستراتيجية للعمل، وبعد ذلك يعني التي لخصتها في 7 محاور أساسية، ثم بعد ذلك يعني مختلف البرامج والمشاريع التي سيتم إنجازها طيلة الفترة ديال المخطط اللي هي من 2017 إلى 2022. فيما يتعلق بالجانب المالي؟ من ثاني بالجانب المالي طبعا حين رجعتوا للأرقام، الميزانية ديال المشروع هي 7.2 تقريبا مليار درهم، فيها نسب يعني واضحة، يعني أكثر من 43% هي متعلقة بالشراكات والتعاون، وهي أغلبها مشاريع يعني الآن يعني في طور الإنجاز وموجودة وتدخل أيضا يعني هي قابلة للتحقق، وسنرى ذلك في النقاش. ثم أيضا هي مرتبطة بالمساهمة الذاتية في الجماعة بواحد مبلغ ماشي كثير بزاف 10%، وكيراعي هذه الوضعية المالية. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر الموقع على الاهتمام ديالو بالشؤون ديال طنجة، واللي ظهر في البيانات ديالو والمقالات ديالو والمنشورات ديالو اللي متميزة. فهذا الجانب ديال طنجة الكبرى فعلا حاليا مقبلين على برنامج عمل جماعة طنجة، اللي هو برنامج طموح اللي كيلامس جميع الجوانب ديال التنميه ديال طنجه. اخذ بعين الاعتبار هو موجود، اخذ بعين الاعتبار المجهودات المبذوله من قبل. ثم هناك دائما خصاص كبير في مدينه طنجه اللي رجع الاهتمام اللي كيوليه لجميع الجهات، لا الوطنيه ولا الدوليه، وايضا الساكنه المجاوره لمدينه طنجه اللي كيوافدين عليها من جميع الجهات، واللي اصبحت حاليا مدينه كبيره واللي مشاريع ديالها مشاريع كبرى صناعيه الى غير ذلك، اللي كتفرض مجموعة من التحديات. فالبرنامج الحالي هو برنامج عمل ديال اللي كيلامس هذه الجوانب كاملة، من ناحية ديال الناقل، من ناحية المرافق العمومية، من ناحية ديال الحكامة في الإدارة، من ناحية ديال المظهر العام ديال المدينة، من الناحية الثقافية اللي حاليا المراكز الثقافية التي تفتح واللي تنفتح على الماضي ديال طنجة، كما تنفتح أيضا على
الحاضر ديال طنجة وعلى المحيط ديالها ايضا. فهذه الامور هذه اللي كنتمنوا ان شاء الله الرحمن الرحيم اننا نحققوا في هذه المرحله هذه، يعني واحد الجزء كبير منها ان لم نحقق منها 100% ان شاء الله الرحمن الرحيم ستعيد لمدينه طنجة المجد ديالها والالفه ديالها حقيقه، اللي كيقولوا بان طنجة ولافه. ففعلا نرغب بان طنجة تكون ولافه وان من ياتي اليها يعود اليها وانها تكون محط الاعين ديال جميع الزوار وجميع المستثمرين وجميع العمال وجميع المواطنين المغاربه. شكرا. صح لك عارف الجميع بان العمل الجماعي نقطه اجباريه في اطار ميثاق جماعي كخص الدوز، بما ان الحاله والسياق العام في مدينه طنجه وبشهاده نائب العمده بان مدينه في نكبه ماليه اللي كيعرف الجميع الازمه الماليه كتعرف طنجه، ثم الافق ديال الازمه الماليه اللي غتعمق عبر التعديل والقرار الجبائي اللي غيعمق مره اخرى الباقي خص استخلاصه. اذا من هذا المنظور هذا كاين واحد الصنعه ديال الذكاء ديال هذا المجلس هذا في تحديد واحد المبلغ مالي ديال 7.2 مليار الكلفه الاجماليه العامه نتاع هذا، ولكن ملي كندخلوا بالتفاصيل كنلقاو بان 90% هي ماشي ديالو، 90% هي من القطاعات الخارجيه، وملي كناخذوا حنا كمتتبعين للشان المحلي والمرافق القطاعات الخارجيه كنجيبوا بان هذه القطاعات عليها وما عليها، مازال ما وفاش بالاستثمارات ديالها الواجبات اللي عليها وكاين شي تحملات مثلا عند اماميس الشركات المتعدده مثلا ما عندهاش شي مشاكل. اذا كيفاش غنعول على واحد الناس اللي عندي معهم مشاكل ما اديش لهم الواجبات، اماليس ما اديش لها الواجب، شركه النظافه ما اديش لها الواجبات ديالي، شركه ديال النقل والصيانه ديال الحضاره غير مجموعه من المسائل اللي عليها الاداره العموميه اللي عندي عليها مشاكل ولا غنعول عليها باش غتكمل معايا المشروع الاجمالي اللي غنهم لي 6 سنين. اذا هذه واحد السلعه كنعيطوا لها حنا وكنشوف اللي كنسموه عوض من جهه، من جهه التكلفه اللي هو كلش كيهضر عليه بانه تم انجاز ديالو في اطار الخلوه بمدينه تطوان في وقت طنجه كنعرفوها عندها فنادق عندنا قاعات عندنا مجموعه المسائل قبل انا كنسميه بان ديال الخلوه وديال العزله ديال مجلس المدينه اكثر على القرب على المدينه وبرنامج عمل على الامل والاحلام اللي ما تطبقش في الواقع.